اليوم رح نسلط الضوء على فن الماندالا. هو احد انواع الفنون القديمه اللي بيعتمد على تصميم الدوائر والاشكال الهندسيه والعضويه المختلفه، واللي احيانا ممكن تكون معقده بشكل ما وبتعتمد على نقطه مركزيه واحده وبتنبثق منها مجموعه من الرموز والاشكال والنقوش المختلفه. أكيد عفاف، اليوم ضمن فقرتنا رح نتعرف على فن الماندالا اللي استطاعت من خلاله ضيفتنا طبعاً أنه هي تتميز من خلال طبعاً تطبيق هذا الفن على أشكال متعددة، اللوحات وحتى الملابس. رح نتعرف على تجربتها أكثر، وخلينا نرحب باستوديو صباحنا غير بضيفتنا عنان السمان، حرفية بالماندالا. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، يسعد صباحنا. صباح الخير. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم، يعني نورتي صباحنا أولا بالأشكال الظريفة وبالفن الحلو. خلينا نتعرف من حضرتك، يمكن قدمنا شرح بسيط أو تعريف بسيط عن فن الماندالا، خلينا نتعرف من حضرتك أكثر وليش اخترتي هذا الفن، خليني اقول لك نادرا ما نلاقيه، لحتى يكون هو اسم لمشروعك الخاص. اي هلا، بدايه انا لانه دراسيا درست فيزياء وكملت بعد الفيزياء مصدر اداره اعمال، فنتيجه انه انا التهيت بالدراسه والشغل فكنت احب شوي استخدم الزخارف معه، فالانطلاقه كانت عندي خلال فترات الدراسه. كنت كل ما بلش اني اشتغل بدراستي بلش امسك الورقه والقلم وارسم الزخارف الهندسيه، يعني الموضوع عندي هو هوايه اكثر من انه مهنه. مهنيا انا بشتغل بالجامعه، بدرس بجامعه دمشق والجامعه السوريه، فحاولت احول شوي صغير الموهبه تبعي لبزنس جديد مثل ما هلا كله شغال. فانتقلت بقى بالنقله النوعيه، هي من التدريس والجفاف تبع التدريس تبع ماده الفيزياء للرسم والزخارف النباتيه والهندسيه اللي دخلتهم بقلب اللوحات تبعتي. يعني عنان، طبعا احنا عم نتابع هلا مع مشاهدينا بعض النماذج اللي حضرتك جايبتيها معي، كنت عرف أكثر. طبعاً الرسومات بشكل عام تختلف بين الرسم على الخشب مو مثل الرسم على الحجر. خلينا نتعرف على الطريقة والتقنية اللي تشتغل فيها. هلا الماندالا هو فن مثل ما ذكرت الصبية، هو فن من رسم الدوائر الهندسية وتدخيل الزخارف فيها. فبداية بديت معي القصة اني ارسم بس على خشب وعلى ورق، عفوا كرتون وحطه على خشب، بعدين انتقلت نقلة نوعية باني ارسم على الكانفاس، ارسم على الخشب، ارسم على الحجر، ولاحقا كمان كملت على الكنزات وساويت على صناديق الخشب. الفكرة بالموضوع اني اختار زخرفة نباتية او هندسية ودخلها بقلب الاشياء الحالية اللي بتشبهنا. يعني انا بلشت دخلتها عن الشام واشعار الشام دخلت فيها، رسمت الصيف الدمشقي ودخلت فيه كمان اشعار انه دمشق مدينة الياسمين. كمان شوي لقدام بلشت تتطور معي القصة، فسويت مراية دخلت عليها الزخارف الهندسية وهيك بلشت بقى مع هذا الموضوع. كانت الفكرة الانطلاقة لها انه هي هدايا اقدمها للاشخاص. فاول شيء بلشت اقدم لرفقاتي المتخرجين انه على التخرج تبعهم كل حدا باختصاصه هدية مناسبة له. مع الايام بعدين تحولت من اهداء الهدايا لانه حولها بزنس، طبعا بدعم من اختي ويعني توجيه لها. عملت اول بازار مع مدام ميونا بكر بالمركز الثقافي، بعدين انتقلت بنقلة ثانية لبازار منى عمقي. بازار منى عمقي كان انطلاق بالاعاقة المبادرة، فكان ينحكى فيه عن الجهاد اللي هن اشتغلوا لحتى يكونوا موجودين بالمجتمع، فقدمت لهم لوحة خاصة فيها اندبجت فيها الماندالا مع الايفنت اللي هو ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. حددت فيهم أنواع الاحتياجات الخاصة ورسمتها وأن القلب بيجمعنا. النقلة اللي بعدها بقى كان ببازار الشيراتون مع مدام رنا الطباع اللي هي المنظمة له. فأنا لما نزلت بقى على بازار الشيراتون لقيت إنه في احتياج لتنوع عن اللوحات، تنوع عن بس إطار الهدايا، فعملت أشياء ممكن تستخدم بقلب المنزل للديكورات. بلشت بقى إنه أدخل على الصواني، على صناديق الخشب، على حفلات لطوائف التخرج مشان حفلات التخرج. خلينا يعني عم نشوف هون عنا أشكال هندسية ودوائر متداخلة ببعضها، يعني هو فن الماندالا هيك فيه كل هذا، يعني بتشوفي أنت أنه في شوية لخبطة نوعا ما الواحد بيضيع، أنت كيف قدرتي تحققي هذا الانسجام بين التداخل الأشكال ببعضها؟
هلا انه اول ما بلشت انا بس ارسم زخارف لا بس لاحظت على الانترنت انه في اشياء عم تكون متداخله مع بعضها بترتيب متناسق، فلما بحثت عنه لقيت هو فن المندالة، فهو عباره عن تقسيم بالزاويه بالمنقله زاويه زاويه حتى تكون الزوايا متساويه قد بعضها، فمن هون تقدري انت توصلي للحاله اللي هي انه الزخرفه قد الزخرفه الثانيه لانه انت مقسمتيها اساسا بالبيكار وبالمنقله، فبالنهايه انت اخذه الزاويه قد الاولى قد الثانيه قد الثالثه، فلهيك الزخرفه هاي نفسها حتكون متكرره فانت ما راح تتخربطي فيها. هلا عين المشاهد بالنهايه بتشوفها هي صوره متناظره، بس هي بالبدايه بتبلشي فيها من المركز مثل ما ذكرتي وتطلع فيها دائره اكبر 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 وتبلشي بقى تعيدي نفس الزخرفه على كل زاويه انت قسمتيها. هلا هون بقى الافكار اللي انا بلشت ادخلها انه الشيء اللي مطلوب بالمجتمع، يعني صرت ادخل مثل الصندوق اللي مع حضرتك انه تماما صندوق يعني للتخرج. احنا عم نشوف عم نحاول نعرض على الهواء كل النماذج اللي مشتغله عليها واللي هي في بعضها شيء جديد، يعني يمكن الماندالا، يمكن شفنا في تجربه في صبيه من السنه الماضيه اخذت فاتت موسوعه جينيس باكبر لوحه بالماندالا وهي كانت بالنبك او بدير عطيه. دير عطيه تماما، ولكن انت دخلتي هي الرسوم الهندسيه والصعبه بنماذج بسيطه ممكن الواحد يستخدمها بقلب البيت او الصبيه او حتى بمكتب مثل هي العلبه الخشب يعني اللي شايفينها، او حتى شغلات هيك سوفونيرات صغيره، سوفونيرات صغيره على عيد الميلاد هالصبايا الصغار، شغلات ايه بسيطه ممكن الواحد يحتفظ فيها. حتى دخلتي الكتابه، انا شفت هذا النموذج اللي هو نموذج كثير هذا للصغار تمام على عيد الميلاد مثلا، انه اذا فينا ناخذها قريبه نزار من عندك بدنا نعزبك لحتى يبين الكتابه لانه نموذج جديد وحلو. طبعا انا ما راح اعرف اقرا كل شيء بس انت كاتبتي تماما. انا كاتبه عبارات هي لعيد الميلاد اذا صبيه بدها تهدي صديقتها اللي قبلها للتخرج انه الجراديويشن يو ويل دان ديزيرف ذا سكسيز. هلا هون يمكن ما دخلت لك اشعار الشام شامو من المجد وانتم المجدي انتم المجدي. هلا حسب بقى المناسبه في شو بيطلبوا منك تماما، اذا مثلا مناسبه خطبه ممكن مثل القلب اللي شفتيه انه ثبت انه هذا الشخص اللي كان اسمه تماما انه ممكن هي ذكرى العمر كله تمام مع الصبيه مع تاريخ تبع الارتباط بالنسبه تمام. فمن هذا المبدا تماما حتى اللي كانت بايدك انه اتس ا جيرل المناسبات تبع المواليد انه اتس ا جيرل اتس ا بوي كمان ممكن ادخلهم اياها مع اسماء الشخصيات اللي هن بيحبوا او اي عباره حدا بيحب يهديها. هي قد ايه حلوه عفاف، يعني اليوم قد ايه كل صبيه بتتمنى يكون عندها شيء خاص فيها بهيك مصمم إلى مخصوص. هلا هي الفكرة إنه لك الديزاين الأساسي تبعه، فأنا برسم لك إياه وبطبع لك إياه على التيشيرت وهو بضل معك الديزاين الرئيسي مع التيشيرت. يعني على الطلب والتوصية. على الطلب والتوصية تماماً. فأنت شو بتحبي بقلب الرسمة؟ عنده مثلاً تذكري أسماء الأشخاص أو ممكن لما بيكون الأب والأم والأولاد بيلبسوا نفس اللبس مع بعضهم ممكن. حلوة. أحفظ لهم إياها تماماً. يلا هلا بنطلب منك لو سمحنا غير تعملينا شيء خاص فينا للبرنامج. مشان نصير يكون في إلنا عن جد كمان شيء خاص. طبعا هي الطبعات على الألبسة دائمة هي هلا تماما. انا لما انتقلت بالبازارات من مكان لاخر لقيت انه بلش ينطلب الشيء العملي اكثر والصبايا بيحبوا الثياب اكثر الشيء، فاي حولت على فكره الثياب وفكره سنه. هلا الجديد كمان انه على الديكورات الصينيه كمان عملت هلا هي نحن صعب نبينها من عنا، اذا انت بتقدري شوي شوي وكاميرتك ليكا هي كاميرتك okay. بس بدك ترفعيها شوي تمام يعني مشان يقدروا ياخذوها، خليها مرفوعه هيك. هلا فكره انه الصينيه كمان بالديكورات احيانا صارت تنطلب بالبيوت كثير صارت فيها تمام، فبلشت كمان ادخل المندالة على الديكورات المنزليه بكل قطعه، وهي صينيه مثلا ممكن نحط فيها اغراض وممكن تنعرض مثل ما هي. حلو بتروح هي الالوان ممكن تنتزع اذا بدنا ننظفها او هي في شيء اذا بدنا نعملها ما هو انا هذا اللي بدي اسال عنه، مثلا مثل هي اللي موجوده على الكنزه مثل اللي بالصينيه الشغلات اللي فيها احتكاك استخدام مواد الاكريليك ليك بالرسم على الخشب بتثبيته كمان باللكر، هدول بيقعد بيروحوا من على هدول تمام استخدام هدول بيكون هي مواد عازله عن المياه وعن الاشياء اللي ممكن تاثر عليها، فلا ما بيروحها على المياه ان شاء الله. يعني هي كمان ما بتحتاج تنظيف عنيف خلينا نقول، لا خلينا نقول شوي هيك بلطافه ايوه تنظيف خفيف يعني مسحه من الغبرات اوكي بس اما انه اكيد يعني مو الثياب لا هي الثياب عادي طباعه عاديه ممكن الانسان يستخدمها وحتى يغسلها عادي.
خلينا نحكي ماندالا، يعني أول ما بلشتي أكيد كان في ردود أفعال كانت ممكن تكون ما ترضيكي أوقات، أو كانت على طول تلاقي الرضا من الناس أو من رفقاتك؟ هلا هو شيء غريب، العالم عم تستغربه. يعني أنا بقول لك المين اللي ممكن بس يتقبله هو الأجيال الصغيرة، العمر الصغير، لأنه هن بيعرفوا عن هذا الماندالا. الأعمار الكبيرة لا، ما عنه عم ترفضه، لكن عم تستغربه إنه شو هذا الفن اللي أنت عم تشتغليه، شو هذا الشيء. هو فن هندي أساساً، ولحنا أنا بلشت دخله هون بالشام. فأعمار الصغيرة إيه لا بتعرف شو هو، أما الأعمار الكبيرة بلشت أقول لك إنه شو هذا، شوي اشرحي لي عنه شوي. فإذا ما شرحت لهم إنه أنا شو عاملة، الأفكار بقلبي منها عم تكون لوحة بعيدة عنه نوعا ما. بس دائما كنتي تلقي الإعجاب يعني؟ إيه لا الحمد لله. إيه يعني حتى يعني في حافز لأنك أنت تعملي لسه ابتكار أكثر، تسويق أكثر لشغل نوع تاني مختلف غير اللي كان قبل منه. يعني صحيح، هو فن من الفنون الجميلة واللي بتحتاج لدقة كتير، وباعتبار عم يدخل فيها الخطوط الهندسية. ومثل ما قلت نحن فخورين يكون معنا سيدة من السيدات اللي قلت لقت مشروع وخط إلى تميزت فيه. بنتمنى لك كل التوفيق عنا، وسعيدين بمشاركتك لنا اليوم صباحنا. غير كلمة أخيرة بتحبي توجهيها لكل صبية أو سيدة ممكن أنها تبدأ مشروعها بفكرة بسيطة مثل اللي بلشت فيها ولكن إلى بصمة خاصة؟ هلا الفكرة إنه الواحد ما يتخلى عن هوايته ويدمجها مع المهنة اللي هو عم يشتغل فيها. فإنه إذا عنده أدنى وقت بسيط لأنه يعمل من الهواية تبعه بزنس، فيحافظ عليها ويحافظ على المهنة تبعه ويمشي بخط واحد ويبتكر قد ما بده. وطبعا الأيام الجديدة هاي الانفتاح بالإنترنت بيساعدك كتير على إنك تتوسعي، والبازارات الموجودة بالبلد كتير عم تفتح يعني طاقة للشباب إنه يستثمروا جهدهم. فأي حدا عنده فكرة يستغلها ويمشي عليها ويبلش يشتغل فيها وينزل على بازارات الشام، وإن شاء الله بيأبدع ويفتح طريقه له. إن شاء الله أنت كمان بتضلي عم تأبدعي وبتضلي عم تتحفينا بهذا الفن الحلو. شكرا لك، شكرا وجودك معنا. شكرا كتير لكم لوجودكم. أنت معنا عنان السمان، حرفية فن الماندالا. شكرا كتير لكم، يعطيكم العافية يا هلا. شكرا لك ولوجودك معنا، بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا، وبتمنى هيك لكل اللي عم يعملوا إنتاجات يتوفقوا بخطهم يكونوا هيك إن شاء الله منتجين بهالبلد.